تكوين مجموعات ضمن دورة بناء عقائد تجريبية للمقام الحالي في الباحة. أحرزون الآن في تمرين تكوين مجموعات. هذا التمرين يركز فيها تكوين مجموعات والاندماج ما بين فريق العمل لتكوين مجموعات تعلم ضمن الدورة. لاحظوا السمرة ما شاء الله. كل مجموعة سيكون لديها ركن خاص بها، هذا الركن خاص بالمجموعة تعرض عليه أعمالها، والآن المجموعات يقوم بعملية تأسيس المجموعات، وعندنا وقت ضابط هذا التمرين، والآن نحن بدأنا في عملية تكوين المجموعات. تفاعل كبير جدا بين المشاركين ما شاء الله، تفاعل كبير جدا. يلا يفضل. طيب ايش راح يكون الصوت؟ ايش راح يكون الصوت؟ طيب جميل جدا لتكوين مجموعات التعلم. يا ريت نستخدم الأقلام الكبيرة يا شباب، الأقلام الكبيرة. يلا خططوا، بسم الله. يا سلام. ما شاء الله. ايه اكيد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اهم شيء انتم فاهمينها خلاص.